ختمها مسك بطلب من أحد الشباب الحاضرين الآن، لديه أبيات من الشعر. الشاب مؤمن العبودي فليتفضل. سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أهنى الشاب العراقي وأم الإسلامية بمناسبة مولد الإمام علي عليه السلام، فإن كنتم موالين صلوا على محمد وآل محمد. إن ولد نور السما ونور سواد الليل، إن ولد نور السما ونور سواد الليل، نضب لحضرتك نتلاقى شجرة وطير. إن ولد نور السما ونور سواد الليل، نطب لحضرتك نتلاقى شجرة وطير، ونسمح يا هلا كل ما ندق بالباب، وتتلقانا زينب هلا بجيت الخير. اليوم انولد من كعبة كل الدين، وبسيف نصر ضد النفاق يشير. انولد نور السلام وقاهر الفجار، قال باب خيبر كل هيمة حير. انولد عالدنيا بس جاب الكرم وياه، وثوب الغيرة انفصل عليه يصير. انولد عالدنيا بس جاب الكرم وياه، وثوب الغيرة تفصل على قده يصير. اباوه عياله هذا اللي يخدم الزوار، اباوه عياله هذا اللي يخدم الزوار، يوزع ماي كوثر والجفوف تنير. وباوع شخص شاي البيره وجاي وياه الهواشم، جاي كلها تصير. تخجل كل قصيده تجيب طاريه، ويسالون عليه القلب طاريه. وسع كل مكان العلو طريه، التمه ولد حيدر هاي هي.